كتير مننا، مش كتير مننا، معظمنا لما بيروح يشتري أي نوع من السلع الغذائية، سواء المعلبات أو الأكل أو العصاير أو الحلويات أو حتى مقرمشات الأطفال وحبوب الإفطار والكورن فليكس وغيرها، مش بيقرأ المكونات اللي بتكون مكتوبة في ظهر العلب والأكياس. لو قريناها هنلاقي في مادة تقريبا للأسف موجودة في كل المنتجات الغذائية، ودي مادة الإسبرتام اللي للأسف الشديد خطر جدا على صحة الإنسان. ده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية اللي حذرت مؤخرا من الإفراط في استخدام مادة الإسبرتام، ويعني تم إدراج هذه المادة ضمن المسببات المحتملة للسرطان. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي وصديق برنامج السفير عزيز. سلام يا فندم. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، شرف كبير ليا. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا كالعاده. ومحتاجين بقى نستفيد من حضرتك ومن خبرتك. عايزين نعرف هو ايه الاسبرتام ده؟ عباره عن ايه؟ وبنستخدمه في ايه؟ الاسبرتام هو ماده كيميائيه، ونحط خط تحت كلمه كيميائيه. كلها. طبعا. بتستخدم كبديل للسكر لكي تعطي الفرد احساس بالطعم الحالي انما من غير سعرات. كان في زمان حاجه اسمها سكرين، ده كارسينوجينك مسرطن برضه، فطلعوا بداله الاسبرتام. مسرطن برضه. الاسبرتام في سن له علاقه ببعض الانواع الاورام السرطانيه، ولكن من لي ما ثبت عالميا واقرته منظمه الاف دي اي مؤخرا، منظمة الأغذية في الأمريكية، الأغذية والأدوية الأمريكية، في مارس 2023، أنه أحد الأسباب الرئيسية المؤثرة في تنامي الألزهايمر. كتير قوي حضرتك النهاردة الناس بتفضل تقول لك عشان الدايت، عشان الوزن، طب هاخد مكرونة دايت، هاخد مش عارف لبن دايت، وشوكولاتة ده كله، حتى الرز كل دايت. كل الدايت عليه إضافة كيميائية ليس من صالح الجسم. أنا أخد شوية سكر بس أقل شوية، يبقى أكثر أمانا ليا. لو أنا عايز أظبط نفسي، مش عايز سكريات كتير، عندي سكر، عندي وزن، يبقى أقلل كمية السكر، إنما ما أشيلش السكر وأجيب كيمياء. أنا هدخل نفسي في متاهات. خصوصا في أحد الطيور المهاجرة الوطنية، المصري كندي الجنسية، بقاله من 40 إلى 45 سنة في كندا. كنت في لقاء مع علمي، قعدة مطولة من أسبوع أو من 10 أيام. هو خبير في المعادن، معادن الجسم. الصراحة قال كلامي خض بصراحة. إحنا نمرة واحد، كل ما دخلتي كيمياء الجسم، كل ما ابسط حاجه، ابسط حاجه، وهو ده مطلب الجميع، سدت وعطلت مسارات الطاقه لحاجه اسمها الميتوكوندريا اللي جوه، اللي هي بتدي الطاقه اللي جوه الخليه انها تشتغل. حاجه تانية بتسد المسارات، ودي انا الحقيقه اتعلمتها منه، بتسد المسارات بتاعت الانسولين. ولذلك لما ليه زادت قوي الفتره الاخيره مقاومه الانسولين؟ الانسولين مش عارف يخش جوه الخليه. من ضمن الحاجات بترسب كتير قوي من المعادن، كل مركب كيميائي بيخش، هو شرحها لي الحقيقه، بيشيل قدامه 10 معادن. طب وبعدين؟ انا محتاج الحديد. ولذلك بنيجي نستعجب، يقول لك ايه ده، كل الستات بيشتكوا، يقول لك مع جبده كل مشط بطلع شعر قد كده من المشط، اما باجي بوطي اعمل حاجه الدنيا بتلف بيا، الدوره مظبوطه وباكل كويس، طب وبعدين؟ انا ايه ليه الانيميا عندي كده؟ شكوى عفوا الذكور في القدره الجنسيه، شكوى فظيعه. طب ايه اللي جد يا جماعه؟ ببساطه شديده يمكن انا اتعلمها، لا لا، دخول الكيمياء يا فندم، اعاقت امتصاصنا للمعادن. حتى اما باخد المعدن ما بعرفش امتصه، ما بيعرفش يخش جوه الخليه، ودي مشكله كبيره. الحقيقه انا اتعلمت من الدكتور ده كتير، وكلامه يخض. احنا مش دريانين.
عشان كده يا جماعه على قد ما نقدر، ودايما بقولها، على قد ما نقدر تعاملنا مع الكيميائيات يكون في اضيق الحدود. نحن غير مصممين على التعامل مع الكيمياء، احنا مصممين على التعامل مع الاغذيه الطبيعيه. دايما بقولها، اما بدل ما اكل حته لحمه لو كلت كيلو ايه اللي هيحصل؟ هتبقى فتره صعبه وليله ملهاش معالم، ما هقعد مش هاخدم، انما ما متش هتعدي. انما بدل ما اخد قرص الدواء لو اترحرحت وخدت الشريط هاخد معايا تأشيرة للجنة. صح. ده الفرق ما بين شغل ربنا وشغل الكيمياء. انا ما بعرفش اقلد شغل ربنا. الناس بنقعد تفتكس تطلع حاجات كيماوية، منها الاسبرتام، منها زي ما حضرتك تفضلت السكرين، منها الاضافات الكيميائية اللي بتتحط باشكال مختلفة بهدف الدايت، هوس الدايت. ستيفيا بيقول ده نبات. يا فندم خلي اللي يقول يقول. طب دكتور مجدي، يعني انا عايز اعرف ده بيصنع في، موجود في ايه؟ وانا اتجاهل تماما الحاجه اللي فيها اسبرتام، اي حاجه فيها اتجاهلها تماما ولا تماماً. اقلل منها ولا لا يا فندم، حضرتك نحافظ على ما تبقى لنا ونتجاهل الكلام ده تماما. جميع انواع المياه الغازيه الدايت بكل اسف فيها. جميع معظم انواع الاغذيه، معظم الا ما نظر، معظم انواع الاغذيه اللي بيتقال دي بتاعت مرضى السكر، دي بتاعت الرجيم، دي بتاعت مش عارف، الكلام ده مش صح ابدا ابدا. فحضرتك الحاجات دي كارثه على الجسم. كل ما انا دخلت كيماويات كل ما كان عبء، كل ما اعقلي، وخلينا نقول مجازا، احنا عندنا كمان نقطه خطيره للغايه. برضو دي انا اتعلمتها الحقيقه من العالم ده. الزنك هو معدن الذكور، والنحاس هو معدن الإناث. أنا اتعلمت منه ديت. ولذلك النحاس مضحي. أما يخش النحاس دخل أي حاجة يلاقيها في الجسم ناقصة يخش يقوم بدورها. زي المرأة هي المضحية. حتى في إحدى التماثيل في الملوك الفراعنة تقريبا الملك تحتمس مش عارف، واقف وماسك قضيبين، واحد زنك وواحد نحاس. الزنك هو اللي مقدمه لقدام، النحاس مرجعه لورا لان ده مش بتاعه، بتاع الملكه. وعلشان كده ما فكرناش ليه الاباء والاجداد كان معظم اوعيه الطهي نحاس. دي نقطه مهمه. النحاس له بعض مشاكل في حاله انه يبقى يجنزر ومش عارف، عشان كده يجنزر. عشان كده يا ريت نرجع لعاده الكنكه النحاس بتاعت القهوه. ايوه كفايه قوي على كده، يبقى شيء جميل. احنا محتاجين نرجع نفكر نفسنا ونرجع نصلح اللي عدلناه، لان الصراحه المؤشرات مش لطيفه. انا اتعلمت حاجه كمان اخيره، معلش انا رغيت كتير ما تزعلوش، بس هقولها لانها بتدق ناقوس خطر خطير جدا. الاوتيزم، التوحد، حالات الاوتيزم من مده 20 سنه كان 1 إلى 7500 تقريبا. النهارده على مستوى العالم 1 إلى 36. يا خبر ابيض. يعني الطاقه 100 الجديد اللي جاي. الكارثه 2050، ده كلام علماء عالميين مش كلامنا احنا، 1 إلى 1. يا خبر ابيض. عارفه حضرتك ده معناه ايه؟ انا كمصري وطني وشايف الرؤيه شويه، معناها ان هدر 50% من القدره الانتاجيه على مستوى العالم. 50%. والمشكلة ان المبيدات والكيماويات بتخش تقوم افشى عنصر الزنك رميها بره، ولذلك يجي التوحد. ولذلك هو مرتبط بالذكور، نسبة الاصابة بالتوحد في الذكور اكبر 4 أضعاف الاناث، لانه مرتبط بالزنك. فعايز اقول الى متى الى متى نلجا كله للشيء الطبيعي شغل ربنا. شغل ربنا هو ده المفتاح. بس هي المشكلة ايه؟ انه مثلا الحبوب والمقرمشات للاطفال، وحتى معجون الاسنان بيقولوا فيه يعني اسمه ايه؟ الاسبرتام. اسبرتام ده. طب نعمل ايه؟ يعني نرجع للسواك يعني تاني ولا؟ اقول لحضرتك لا انا اقول لحضرتك حاجة. كتير قوي من الشكوى، انا مش متخصص في الجزء دوت ولكن بسمع كتير. من امتى كان الشعر بيقع؟ من امتى بصيلة الشعر ضعفت؟
من امتى من امتى؟ احنا بنقول لما كبرنا في السن. لا يا فندم. لا لا، كان زمان حضرتك السن بنعدي 90 مفيش سنه بتقع ولا شعره بتبيض. لا 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 لا، القصه مختلفه. ده كانت الواحده اما تخش تستحمى في رفع درجه استعداد ليها تقعد 4 ساعات بعدها طمشين شعرها لانه كثيف. احنا النهارده بتعمل كده خلاص، هم مش 3 4 شعرات اللي طالعين، لا ده مرار. طب ايه بقى طلع ايه المشكله يا فندم؟ المشكله ان كل ما المبيدات موجوده، كل ما الكيماويات دخلت اجسامنا، كل ما قصرت وقعت لي المعادن، بوظت لي القدره الحيويه بتاعت جسمي. عايز اقول ان البني ادم تلاقي النهارده واحده امها تقول لها في ايه يا بنت؟ ده انا لما كنت قدك كنت بعمل وبعمل. احنا المصطلح ده ما بناخدش بالنا، ما بيوقفناش. اما كنت قدك يعني على قد عمري دي، الام كبرت وما زالت اكفأ من البنت. طب وبعدين؟ وبعدين كان زمان زي ما بقول اللي بيعيا مره كل سنه بيقولوا عليه صدمان وعدمان وخيبان. النهارده اطفال بيمر عليهم ان مر شهر من غير عايه اهله بيقولوا فلوسنا حلال عشان ما تصرف، وهكذا. عشان كده من فضلكم العوده المصالحه والمصارحه بين المستهلك الغذائي وبين اغذيته التقليديه، شغل ربنا. شكرا للاستاذ الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والاعلام الغذائي، اللي بيطلق صرخات من اجل مستقبل افضل لنا كانسان. شكرا دكتور مجدي.